السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على واحد الكارثة صارت في ميناء شلشال او يعني يديروا اشغال في هذا الميناء، اشغال كارثية عملية تاع يعني فيها هدر للمال العام، شيء رهيب. اذا نروح نشوف الميناء تاع شرشال هذا، يعني نتكلم عن الميناء القديم تاع شرشال، مش الميناء اللي راه يعني المزمع انشاؤه في ميناء الحمدانية. نتكلموا على ميناء مدينة شرشال القديم، داروا فيه اين اكستنسيون، ونروح نشوفوها. اذا ناخذ هنا نقترب من الميناء هذا، نشوف الميناء هنايا. اولا عندما نقوم نديرو دي كيما نقولوا هنايا دي ديك دي ديك ولا دي جوتي في البحر، ولا نديرو اون اكستنسيون في البحر في ميناء معين لاسباب ثلاثه. كاين اسباب، كاين ثلاث اسباب اللي نقدر ندير من اجلها اكستنسيون من تاع ميناء ولا نبني ميناء جديد. وهي في الحقيقه هي يعني لا فونكسيون تاع الميناء، هذيك هما ثلاث تروا فونكسيون تاع الميناء. اولا كي ندير ان جوتي نبني نقولوا كيما نقولوا حنا نديروا ان ديك في البحر، نديروا ان اكستنسيون. ولا اولا السبب الاول هو باش نديروا مرفا نتاع ميناء باش يجوا البواخر يرسيو فيها هذاك لا جوتي هذاك ولا لا ديك هذيك ولا لوكي هذاك، باش نكبر من المساحة تاع الاستيعاب تاع البواخر. هذه لا فونكسيون الاولى والسبب الاول، هو السبب الاول. لا فونكسيون الثانيه او السبب الثاني نتاع كي ندير انا ان اكستنسيون نتاع اون ديك نبنيها في البحر، السبب الثاني هو نديرها للتنزه، اون ديك ان بروموناد، نكريي ان بروموناد باش الانسان يقدر يتنزه فيها. السبب الثالث نتاع باش نبنيو انديك في البحر، وانديك هذه هي لا ديك هنا، هذه هي كما رانا نشوفو هنا. كاين سبب ثالث باش نبنيو مرفا في البحر او نوسع، هي سبب ثالث او لا فونكسيون الثالثه هي لو بريز فاغ، الحمايه، باش ندير ان بريز فاغ اللي يكسر الامواج باش يحمي الميناء من امواج العاتيه، الامواج الكبيره اللي تقدر تتاثر على البواخر المرسوه في الميناء. اذا لا فونكسيون لا ثروزيام فونكسيون ولا السبب الثالث هو الحماية نتاع الميناء. هنا نولي للميناء نتاع شرشال. الميناء نتاع شرشال داروا فيه دي طرافو ديكستنسيون اللي كلفت ملايير الملايير، كما يقولوا هنايا الملايير المملياره، صرفت في دي طرافو ديكستنسيون نتاع الميناء. ومنها نشوف هنا هذه هذا الجزء، هذو هما لي طرافو ديكستنسيون. هنا دارو تروا جوتي، وحده هنا هذه، الثانيه هذه هنا، والثالثه هذه هي. هذو لي تروا جوتي لي زادوهم في الميناء تاع شرشال. ونحاول نشوف الان اسكو هذه الاشغال هذه اللي اندارت اسكو عندها
مهمة من مهمات الثلاثة اللي ذكرناهم. نشوفوا النقطة الأولى نتاع الرسو نتاع البواخر، يعني زيدوا في لاكاباسيتي نتاع الماياج، الماياج نتاع البواخر. اسكو هادو اللي كي اللي زادوهم يجي البابو يقدر يرسو فيهم؟ هذه لا فونكسيون الاولى. للاسف لا، لانه في حجاره نشوفوا هنايا صخور، كلها صخور، اذا ما زادوش في لاكاباسيتي نتاع الرسو نتاع البواخر كما هنا. هذا انكي نتاع الرسو نتاع البواخر باين. نشوفوا لا فونكسيون الثانيه وهي انكي نتاع بروميناد، بروميناد انكي تاع التنزه. هل التنزه هذا يقدر يجي هنايا في هاد ليكي هادويا؟ والله نقول لكم لا، ماهمش ديكي نتاع دي بروميناد. لو كان كان يعني اكستنسيون حقيقيا كانت تجي هنا في المنطقة هذه، كانت تجين في المنطقة هذه ويكون فيها ان كي دي بروموناد منا لو لون هنا الكورنيش دي بروموناد. يدل لا فونكسيون دوزيام الهدف نتاعهم ماهمش هدف تاع ما فيهاش بروموناد تنزه. الان نروح نشوفوا الهدف الثالث اللي ممكن يكون من اجله بنيه هذه لي ديغ هادو ولا لي جوتي. لي جوتي هو حماية تاع الميناء، حماية تاع الميناء. هل الميناء هذا، الميناء عنده مدخل لهنا صغير، شوف الميناء هذا هو المدخل تاعو، المدخل ديالو هنا. اذا ما كانش حماية، ما لا يضيفون اي حماية زائدة للميناء، ما كاش حماية زائدة للميناء، لأن الميناء مغلوق كله وفيه فيه فضاء هنا مفتوح. كانت هذا 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 البناء هنا هذا كان يكفي، يعني هاد لا ديك وهذه ما عندها حتى فايدة من ناحية الكسر نتاع الامواج والحمايه نتاع نتاع الميناء تاع شرشال. اذا ما هو الغرض من هذا البناء؟ هذا هو يعني باتم معنى الكلمه و سونس بروبر دو تيرم كما نقولوا حنايا، كما نقولوا حنا نرميو نرميو الدراهم في البحر. هنا هذا هو المشروع نتاع رمي الاموال في البحر، هذا مشروع نتاع رمي الاموال في البحر، ما عنده حتى فائده. ونلاحظ في المقابل كاين اشغال كانت ممكن تكون فيها اشغال نتاع لاميناجمون نتاع الميناء هنا، تجديد و رفع بواخر الوسخه القديمه مسها كلها زباله هنا، زباله على كل الاماكن هنا، كله زبل في زبل. لم يتم رفع البقايا نتاع البواخر القديمه التي كان كان من المفروض يعاودوا تهيئه نتاع الميناء هنا. وكذلك ممكن إضافة إن إكستنسيون في هذا المكان هنا، هنوفو كي هنايا ممكن كانت تكون إكستنسيون هنايا من هذه الجهة، لكن هنا خاصة هذا الزوج دي هادو لي دو جوتي، لا من ناحية الشكل لا من ناحية الهندسة ولا من ناحية لا فونكسيوناليتي ما عندهم حتى فائدة. استغفر الله استغفر الله.
خليكم في رعاية الله وحفظه، ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.